تخافيش وسيبيني انا اتكلم، هقول لهم ان انت اللي كنت عايزه تبلغي وانا اللي رفضت. ما تقلقيش. صبري روح انت عشان تاخرت ليه يا يوسف؟ انا كلمتك كتير، كان موبايلك مقفول، انا قلقت عليك، انا كنت متاكده ان انت اول ما تعرف هتيجي على طول. ممكن بعد اذنك ترجعي خطوه لورا وتقفي كويس؟ ممكن. باشمهندس يوسف هو اللي مقدم فيك البلاغ يا مدام. ليه؟ هو انا مش مراتي جات لك وشرحت لي؟ امرني بحاجه ثانيه يا فندم. شكرا لوقتك يا باشمهندس. اتفضل. فين؟ استنى هنا. انت فعلا عملت كده يا يوسف؟ انت اللي بلغت عندي يا يوسف؟ عايزين اعرف ان انت خبطتي واحده غلبانه بالعربيه بتاعتك واسكت. هو انت ليه بتعاملنا كاننا مجرمين وقتلين قتل؟ ما هي دي الحقيقه. لو عندك راي تاني قوله في المحضر. يا فندم انا هشرح لحضرتك كل حاجه. يوسف يوسف ايه ده؟ ماله ده؟ وسابهم وخرج ليه؟ مش فاهمه. انا كمان في جوزي متاخر قوي والمفروض يجيب المحامي معايا. هو مش دكتور ياسر قال لك ان هما جايين في الطريق؟ اه بس على الله يوصلوا قبل التحقيق ما يخلص ان شاء الله يا رب باذن الله. انا بس اللي بطلبه من حضرتك انك توصلنا لاهل الست اللي ماتت دي ونشوف هم يرضيهم ايه ونعمله. متقلقش يا خالد، بيها نوصل لهم. واضح ان هم ما بلغوش ودفنوا الست كتيمي. انتوا عارفين طبعا ان في ناس بتخاف من موضوع التشريح فبيخافوا يجوا يعملوا بلاغ. بس انتوا ليه ما جيتوش بلغتوا في وقتها على طول؟ عشاني خالد ابن خالتي وكان خايف عليا يعني اسمي يجي في المحاضر وكده. وده خلاكوا تدوا الراجل اللي بتهزكوا 10 مليون جنيه؟ حقيقة ان الباشمهندس يوسف ربنا يكرمه جه ودانا التفاصيل ودانا نمرة الراجل واسم الكافيه اللي كنت بتتقابله فيها خالد بيه والكاميرات بتاعت الكافيه مصوراك.